النهارده ان شاء الله معانا وصفه معجزه واكله معجزه لعلاج السكر، ومش بس كده، لا ده هتنشط لك وتفرز لك الانسولين اللي متخزن في البنكرياس ومش عايز يطلع او مش عارف يطلع. طب ايه ديت اللي معانا عارفين واحنا ان ازاي احنا ناكلها والطريقه بتاعتها؟ طب هي بس بتقتصر فوائدها على مرضى السكر؟ لا طبعا، ده الدراسات اللي اتعملت عليها لقوا ان هي جيده جدا جدا للضغط والسمنه وغيره، فالفيديو كله مهم، فياريت تتابعوه للاخر عشان تعرفوا ايه هي اللي معانا وازاي نستخدمها وايه فوائدها. يا ريت بس اللي مش مشتركين في القناة ينزلوا يشتركوا ويفعلوا زر الجرس عشان يوصل لهم كل جديد، وما تنسوش لايك للفيديو ده وشيروه بقى لكل الناس عشان كله يستفيد. اول حاجة، ايه هي المكون اللي معانا السحر ده؟ اول ما حاجة معانا هو الفلفل الحار، اهو الفلفل الحار اهو، انا كنت مخزناه في الديب حتى لسه مطلعاه اهو، فلفل حار هتشتروه من عند من اي سوق او حاجة. طب ايه بقى فوائده؟ ليه انا هتكلم عليه النهارده خصوصا لمرضى السكر؟ لان بجد اتعملت عليه دراسات كتير جدا جدا لمرضى السكر ولقوا ليه فوائد رهيبه. طب ايه اهم فوائده؟ اول حاجه بتحسن عمل هرمون الانسولين وبتبطئ تطور عمليه التمثيل الغذائي. مش بس كده، لا ثبت العلماء ان هو بيمنع السمنه، وان ماده الكابسيسين اللي موجوده فيها تمنع الجسم من افراز مواد كيميائيه بتقلل عمليه افراز الانسولين. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انت عندك انسولين متخزن احنا ده هتطلعهولك في ثانيه بسبب ماده الكابسيسين. واثبتوا ان الفلفل الحار من افضل واحلى المواد اللي منع الاصابه بالسكر. يعني انت لو مش عندك وخايف يجيلك، فان شاء الله لو داومت عليه بالطريقه اللي هقولها لك وبالطريقه اللي هقولها لك هتبقى كويسه. الفلفل الحار مفيد للقلب. ليه؟ ليه مفيد لصحه القلب؟ باحتوائه على فيتامين الف وفيتامين سي، ودول بيقوي الاوعيه الدمويه وبيخلوه اكتر مرونه تستحمل الضغط الدم لو زاد او، فهو مفيد جدا جدا لايه؟ لامراض القلب. ومن المعروف ان برضو ان الفلفل الحار ده بيفرز مركب الاندورفين، ده ماده بتقلل الالم لو عندك الم وغيره. الاندورفين ده حتى بيدوه على فكره للناس اللي عندهم الام مبرحه فبيدوه له، ده كله في الفلفل الحار. وثبت ان ماده الكابسيسين ليها فوائد للقلب والاوعيه الدمويه. مش بس كده، لا ان لقوا ان الفلفل الحار في دراسات بيكافح أمراض المسالك البولية والتناسلية والجهاز الهضمي. في دراسة بقى اتعملت، دراسة استرالية اتعملت، قالوا إن استهلاك الفلفل الحار بتسبب انخفاض في مستوى مستوى الأنسولين والسكر، وخصوصا اللي بتحصل بعد الوجبات. بمعنى إنك لو خدت وجبة عالية شوية فهتلاقي على طول بعد ما خدت الوجبة دي السكر قل على طول. تمام؟ ليه؟ بسبب فضل مادة الكابسيسين اللي موجودة في الفلفل الحار. فالفلفل الحار ليه فوائد كتير قوي يا جماعة مش هنقدر نحصيها، ده انا بقول لكم بس حاجات عنه. طب بتمنع السمنة، وده اللي بيتفق مع نتائج اتعملت. لقوا ان المادة اللي موجودة الكابسيسين اللي موجودة فيه بتزود معدل الحرق بمعدل 30%، وبتقلل لك الاحساس بالشبع، ودي خصوصا في مرض السكر اللي هم تخان شويه وعايزين يخسوا. في دراسات برضو لقت ان نفس الماده دي بتدفع خلايا سرطانيه في البروستاتا ان هي تنتحر. بيستخدموه لكانسر البروستاتا، سرطان البروستاتا. ليه؟ لانها بتخلي الخلايا السرطانيه اللي في البروستاتا بتموت، هي بتموت نفسها. تمام؟ طيب لقوا ان الماده دي، بصوا يعني من الاخر، الماده الفعاله في الفلفل الحار هي الكابسيسين. ممكن تبحثوا عنها وتقراوا عنها كتير، بس انا بقول لكم ايه فوائدها وايه اهميتها. بتقضي على بكتيريا في المعده اللي بتسبب الحموضه والحرقه، وديت لقوا ان هي الماده اللي موجوده في الفلفل الحار بتحميكي من القرح وسرطان المعده، لانها بتقلل البكتيريا اللي هي الاتش بايلوري اللي موجوده في المعده.
ولقوا ان مادة الدراسات اللي اتعملت برضو لقوا ان الفلفل الحار لا يؤدي لاي اضرار ببطانة المعدة. ما هو ناس هتسألني دلوقتي ده فلفل حار ده هيبوظ لي المعدة، صح ولا غلط؟ لا، لقوا ان الدراسات مش ما قالوا مش هتبوظ المعدة، بل هتقتل البكتيريا اللي بتسبب سرطان المعدة وحموضة المعدة. تمام، لانه في الاول والاخر بتقلل ايه الجرثومة. بيحتوي الفلفل الحار على كمية عالية من فيتامين سي ومركب البيتا كاروتين، وده اللي كاروتين بيتحول فيتامين سي بيتحوله في الجسم، البيتا كاروتين بيتحول في الجسم لفيتامين ألف. يوفر برضو في الفلفل الحار فيتامين بي والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، فدول مهمين لفوائد القلب. يعني الفلفل الحار ده يا جماعة مش هتقدري تحصي فوائده. الفلفل الحار برضو لقوا ان بيخفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم ومركبات الدهنية الثلاثية، بيمنع تجمع الصفائح الدموية، فهيقلل لك حدوث جلطات في الأوعية الدموية. ده كله في ايه؟ في الفلفل الحار، او بيسموه عندنا تقريبا الشطة الحارة. ولقوا ان الدراسات ان الناس اللي بياخدوا فلفل حار كتير، المجتمعات لقوا معدل الوفيات عندهم بأمراض القلب لقيت بتقل. ليه بقى؟ لأنه قالوا إن الفلفل الحار له علاقة بالقلب، إن هو بيظبطه وبيقوي القلب. مادة الكابسيسين اللي موجود بيه فيها بتعالج الصداع النصفي. الفلفل ده بيعالج الصداع النصفي لأنه بيقلل المركبات العصبية اللي بتحسسك بالألم، لأن أنا قايلة لك في أول الفيديو إن في مادة الأندورفين اللي هي بتقلل لك الشعور بالألم كمخدر يعني، وبيستخدموه على فكرة كمخدر للأسنان المادة دي، حتى تلاقوا في ناس عاملين عليها وصفات وغيره للأسنان. المادة بتحس الجيوب الأنفية، بتعمل على إفرازات المادة بتحس على إفرازات الجيوب الأنفية، يعني بتعالج لك الجيوب الأنفية وبتعالج لك الاحتقان، ومضاد بكتيري قوي للمجاري الجيوب الأنفية والمجاري البولية برضه. والله ممتعة يا جماعة، مادة ممتعة. بيقولوا ان استهلاك الكافيين الموجود في القهوة او الشاي بعد الفلفل الحار بيزود المادة اللي موجودة فيه، بمعنى انك لو كلت دي وشربت شاي او خدتي قهوة بيزود شغل الفلفل الحار. دي معلومة بس يعني. الفلفل برضو الحار غني بفيتامين ألف، وده بيساعد على مكافحة أمراض العيون، ودي احنا عايزينها قوي قوي. يعني متخيلة ان هو من فوق لتحت بيحميكي من اول العيون، القلب، الاوعية الدموية، الكوليسترول وغيره، فهو مفيد قوي قوي للجهاز الهضمي طبعا، انه بيقلل الحرقة وبيقلل ايه، بيقلل الكانسر بتاع الاستومك، بيقلل يعني سرطان المعدة لانه بيقلل جرثومة المعدة. طيب بعد كده فوائد، برضو فوائده الكتيرة ان هو ليه تأثير ايجابي على البشرة. بشرة ايه ده احنا بنتكلم في سكر وضغط وغيره؟ لا، حلو في البشرة. قالوا ان الناس اللي كلته بانتظام لقوا ان هو بيعلي من بيحتوي على نسبة عالية من مواد غذائية، خاصة فيتامين سي. فيتامين سي ده بقى بيعمل ايه؟ بيحفز انتاج الكولاجين في البشرة. متخيلة كل ده بالفلفل الحار، بيحفز انتاج الكولاجين وبيجدد خلايا البشره. تاني حاجه بيعالج حب الشباب، ايوه هو الفلفل ده والبسور، بس يعني ايه المداومه والانتظام على الاكل، مكافحه التجاعيد وعلامه علامات تقدم السن، بيقوي بصيلات الشعر وبيحسن من صحه الشعر وبيحسن المزاج وبيقوي الجهاز المناعي وبيعالج الامساك وبيعالج نزلات البرد وبيخفف اعراض. قالوا انك لما تجيب دوت وتعمليه مسحوق، ما في ناس بقى بيشتروا ايه الشطه الحمراء مطحونه، صح، اللي هي مسحوق، بيعالج مرض الصدفيه وبيقلل بشكل كبير من تكاثر الخلايا، وبيساعد بيساعد في عكس افات الجهاز المناعي الذاتي. يعني من الاخر هي دي يعتبر صيدليه من الاعشاب وصيدليه طبيه، هينظم لك السكر مش بس كده، ده يحفز لك البنكرياس اللي هي تنتج تطلع السكريات اللي فيها، الانسولين اللي فيها عشان تظبط السكر. عندك مشاكل جهاز هضمي، ماشي، بيتاكل ازاي؟ عادي بيتعمل بقى على سلطه، بيتاكل مش بتكتري منه، ما ينفعش تكتري منه. طب لو حصل لك حساسيه او بطنك وجعتك ما تاكلوش تاني، تمام؟ يبقى كده كتره. في ناس بقى بيطحنوه، يعني من الاخر انا بقول لك ان احنا بنحطه في الاكل، مش شرط انك تاكلي واحده مره واحده وهي حراقه كده، لا، ده اللي يقول لك كده يبقى بيضحك عليك، لانك لو كرت قرن شطه حراق كده مره واحده
هيجيب لك التهابات بقى في الجهاز الهضمي كله من اول المريء لحد تحت. لا ما ويرفع لك الضغط، ممنوع ده، احنا بنحطه بس اضافات على الاكل بس مش اكتر، زي ما احنا بنستخدم ما نكترش منه يا جماعة، ده حتة صغيرة منه كفاية. وزي ما انا قلت لكم ان بعد شرب بعده لو شربت شاي او شربت كافيين فبتزود المادة الفعالة الموجودة فيه. وده شكل الفلفل يا جماعة، او الفلفل الحار او الشطة الحارة، وممكن تجيبوه مطحون وتحطوه على الاكل، واحنا اصلا كده كده بنستخدمه على الاكل. فشكرا لكم جدا على متابعتكم.